أهدت المغنية تايلور سويفت والديها منزلاً قيمته 1.4 مليون دولار، وقد تبدو الهدية باهظة الثمن بالنسبة لنا، ولكنك بالتأكيد سوف تغير رأيك عندما تعلم أن المطربة تكسب هذا المبلغ من حفلة واحدة. كان زواج الثري الهندي راج كوندرا من نجمة بوليوود شيلبا شيتي من أهم الأخبار التي أثارت جدلاً واسعاً. وبمناسبة زواجهما قدم لعروسه شقة في برج خليفة المسجل حاليا كأطول مبنى في العالم، وتجاوزت قيمة هذه الشقة 2 مليون دولار. قدمت أنجلينا جولي هدية بقيمة 3 مليون دولار لزوجها براد بيت، ولكن الغريب أن الهدية باهظة الثمن ما هي إلا ساعة يد نادرة يعود تاريخ صنعها إلى عام 1952 ماركة باتيك فيليب ذات عقارب بلاتينية. بعد التغطية الإعلامية الكبيرة لزفاف جورج كلوني وآمل علم الدين، اشترى كلوني منزلاً في قرية سونينغ الواقعة على نهر تايمز مقابل مبلغ 5 مليون دولار كهدية لزوجته الجديدة. النجم الأشهر في هوليوود توم كروز وزوجته السابقة كيت هولمز تبادل الهدايا بعد الزواج، وكانت هدية توم لكيت حينها طائرة ماركة جيت غولف ستريم والتي يصل سعرها إلى 14 مليون دولار. قام الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش بإنفاق 14 مليون دولار كتكلفة تمثال من البرونز الخالص عرف باسم جياكوميتي البرونزي، وقام بإهدائه إلى زوجته المستقبلية داشا زغوفا في عام 2008. ماسة كوهينور هي ماسة قام بتقديمها الحاكم البريطاني للهند في عام 1850 للملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا كهدية، وهي عبارة عن ماسة وزنها 100 قيراط ويقدر سعرها الآن بحوالي 16 مليون دولار. في عام 1798 قام القائد العسكري الروسي الكونت غريغوري أورلوف بإهداء ماسة كبيرة ذات لون أزرق سميت كاثرين ذا جريت الإمبراطورة، ووضعت في صولجان الإمبراطورة، وتزن هذه الماسة 200 قيراط وتبلغ قيمتها 400 ألف روبيل روسي، وهو مبلغ يعادل الآن 26 مليون دولار. تاج محل بناه الإمبراطور شاهجان كهدية لزوجته ممتاز محل وتعبيرا عن حبه لها، واستغرق بناؤه 22 عاما وعشرون ألف عامل وفنان، وقدرت تكلفته آنذاك عام 1653 بحوالي 32 مليون روبية هندية. تمثال الحرية الذي يبلغ ارتفاعه 151 قدما والذي يقف على شواطئ نيويورك مرحبا بالقادمين إليها أقيم إحياء لذكرى الصداقة بين أمريكا وفرنسا، حيث قام الفرنسيون بتصميمه وإهدائه إلى أمريكا احتفالا باستقلال أمريكا. تكلف بناء هذا التمثال حوالي 530 ألف دولار، أي ما يعادل الآن 35 مليون دولار. نيتا أمباني هي زوجة رجل من أغنى أثرياء العالم وهو الهندي ميكيش أمباني، وفي عيد ميلادها 44 قدم لها زوجها طائرة نفاثة بقيمة 60 مليون دولار كهدية، وهي طائرة فخمة للغاية تحتوي على غرفة خاصة للموسيقى وبار للمشروبات وغرفة للطعام وغرفة جلوس. أنا المعلق مروان بن حفصية وأدعوكم للاشتراك في قناتي قناة أوديو لاب للكتب والقصص المسموعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.